للمزيد حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55، واليوم هو اليوم العاشر لفعاليات المعرض. يمكن اليوم يشهد زحاما كبيرا وكثيفا عن الأيام الماضية، وذلك نظرا طبعا لاعتدال حالة الطقس اليوم وقرب انتهاء فعاليات المعرض، ويعني خصومات كبيرة يعني قامت بها بعض يعني دور النشر على الكتب الموجودة. نتواجد معكم الآن من داخل القاعة رقم 3، والتي تشهد إقبال كبير جدا وازدحام شديد من الزائرين، سواء كانت في الطرقات أو على البوابات أو حتى يعني في الأقسام المختلفة من الكتب. اليوم كما ذكرنا هو اليوم العاشر لفعاليات المعرض، وعلى هامش هذا اليوم أقيمت العديد من الندوات الخاصة بأولا الذكاء الاصطناعي والتسويق الإلكتروني، وأيضا يعني بعض الندوات الخاصة بإلقاء الشعر وندوات أخرى خاصة بالطفل. معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام حقق نجاحا كبيرا على جميع المستويات، سواء على المستوى الثقافي على المستوى الجماهيري والشعبي، من خلال طبعا تواجد العديد من المواطنين من مختلف الجنسيات من جنسيات الدول العربية. أيضا يعني هناك حالة من الثراء الثقافي، وهنا نتحدث عن عدد كبير من الكتاب الذين جاءوا من مختلف الدول من دول العالم والدول العربية للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير. نذكر أن معرض الكتاب هذا العام يقام على 80,000 متر مربع، وأيضا يشارك فيه أكثر من 1200 دار نشر، بالإضافة إلى العديد من العارضين، وصل عددهم إلى أكثر من 5000 عرض. اليوم العاشر كما ذكرنا وصلت نسبة الحضور من الجماهير، اقتربنا من 4 مليون زائر على مدار الأيام الماضية، وهذا يؤكد النجاح الكبير الذي حققه المعرض، وهدفه هو نشر الثقافة والعلم والمعرفة. يمكن هذا المشهد لدينا الآن من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأعود إليكم مرة أخرى.